تعالوا نتعرف مع أبرار طوقان. تعد الكنافة من أشهر الحلويات في العصور القديمة لانتشارها في بلاد الشام ومصر وتركيا، وكانت تصنع قديماً عن طريق أقماع معدنية يتسلل منها العجين على قطعة مسطحة من الصاج، وكان يسخن عن طريق الفحم أو الحطب حتى أصبحت مهنة بعد ذلك. ولكن بعض المؤرخين يرجعها إلى عصر معاوية بن أبي سفيان، فما أصلها وسبب تسميتها؟ تعالوا نتعرف. يحكى أن ابتكار الكنافة يعود إلى أواخر العهد الأموي وبداية العباسي عام 40 هجرية، حيث صنعها أهل الشام للخليفة معاوية بن أبي سفيان ليكون بذلك أول من صنعت وقدمت له الكنافة، إذ كانت بمثابة وصفة طبية قدمها الطبيب للخليفة معاوية ليتناولها على السحور وتعينه على الصيام وتمنع عنه الجوع في نهار رمضان. وقد عرف عن حب معاوية للطعام وعدم صبره على الصيام، فكانت الكنافة حلاً لغنى مكوناتها بالجبن والمكسرات والسمن، ومن وقتها ارتبط الاسمان معاً حتى سميت باسمه كنافة معاوية. أما فيما يروى عن الكنافة النابلسية الأشهر على الإطلاق، تفنن أهل نابلس في فلسطين بصناعتها بإضافة الجبنة التي تشتهر مدينة نابلس بإنتاجها، وأضافوا لها الفستق الحلبي، وتفننوا بصناعتها بأشكال مختلفة حتى أصبحت الكنافة واجهة نابلس الحضارية. وفي عام 2009 توجت مدينة نابلس الفلسطينية شهرتها في هذا المجال بدخولها موسوعة جينيتس للأرقام القياسية بأكبر صينية كنافة تزن 1765 كيلوغراماً، وبلغت تكلفتها الإجمالية نحو 30,000 دولار، لتبقى بذلك المدينة الفلسطينية الرائدة في مجال صناعة الكنافة. تعالوا نتعرف مع أبرار طوقان.